زيت شوية قلي على الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا. بسم الله الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نشكر وقفة الديانة التركية على تقديمها للـ LBC لعوائل اليتامى والمعتقلين النازحين والمقيمين في بلدة حيش. ونحن في عنا عوائل إن شاء الله استلمت، وشي عنا 170 عائلة إن شاء الله. مفضل الله سبحانه وتعالى اللي هيئ لنا الأمور هاي، والله يجزيكم كل خير ونشكركم إن شاء الله بهالشهر الفضيل هذه كمان. ومزيك الله يجزيكم كل خير. المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعلمها إلا من جربها، فما بالكم وما ظنكم إذا كان الناس هم اليتامى وهم أولاد المعتقلين. تم بفضل الله عز وجل تغطية ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي من عوائل اليتامى وأولاد المعتقلين بهذا اللباس. نطمع في إخواننا الخير، فنحن ندلهم على الخير في جمعية الدال وعلى الخير. نطمع في إخواننا في وقف ديانة التركي تقديم ألبسة جديدة على هذا العيد المبارك الذي سيأتينا بعد أيام قليلة. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، روح الشباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، روح الشباب تقوينا، والمعروف سلوتنا. البذل فينا ومنا، والأجر ساقينا. فلم يشكر الله من لم يشكر الناس، فنشكر إخواننا في هيئة العمل الإنساني وإخواننا في وقف الديانة التركي الذين قدموا ما قدموه. ففي قرية واحدة في قرية حيش مثلا تم تغطية أكثر من 175 عائلة بفضل الله عز وجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.